بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا أبو عبد الواحد غير الاتجاه. جايين بقصة فأنا الصراحة حرك يعني غير العلاقة اللي بين الرجل والمرأة اللي في شيلة أبو عبد الواحد حولها قصة. أي هذا أحد المشايخ الفضلاء وهو إمام مسجد يقول في أحد الأيام بعد صلاة الفجر يقول بعد ما انتهى المصلين مشيت إلى بيتي يقول وإذا بي تمشي سيارة يقول انتبهت للسيارة بس ما ركز يوم يقول يوم وقفت عند سيارتي عند بيتي وقف الرجل خلفي على طول فيقول أنا انتظرت ما وقف بالسيارة جاني الرجل طق علي الباب القزازة نزل قلت سلام قال يا شيخ أنا مصلي معك وزوجتي معي إذا ممكن أبي أسولف ودردش معك قال تفضل قال لا ودنا ندخل المجلس وتسمع مني ومنها ترى من البارحة ما نمت وسمعت اني انا انت يعني رجل يعني من دخل عليك طلع هو راضي سبحان الله قال ابشر يقول والله صحيت ام العيال لقيت موجود قلت صلح لنا القهوة اجلسوا يقول مرة جزاه الله خير مسترة قال لي زوجة قال يا شيخ خلت اقعد معانا وتسمع منها وتسمع مني قلت ميخ يقول عقب ما تقهوت ويا زوجتي بالصالة قلت تعالوا يقول الرجل كلامه كلام عاقل لبيب ووجهه سمت وشاد ومبين يعني مثل ما يقول يعني كلمة لا ترد واضح من أثناء الكلام معي قبل لا نبدأ الحوار واضح انه هو سيد البيت والمرأة متسترة وساكتة يعني حتى السلام سلمت وردت بصوت يعني يكاد لا يعني لا يسمع من سترها ومن عفافها ومن جمال لبسها قلت تفضل ايش عندك قال والله يا شيخ انا عمري 28 سنة وزوجتي أصغر مني والآن لي سنتين من تزوجنا ونحن يعني عائلة متقاربين إلى بعضنا المستوى الفكري والاقتصادي والمعرفي ما احنا بعيدين حول بعض يعني كل شيء يعني أهلي اختاروا لي من أسرة والنعم منها وزوجتي هذه أنا أقول والنعم منها يا شيخ ما شفت منها إلا الخير وما شفت منها إلا الطيب لكن يا شيخ ما شفت منها الحب ما شفت منها يعني يقول استغفر الله لو ما أعرفها وأعرف أهلها كان أقول يمكن قلبها متعلق برجل آخر وجسمها عندي ما في أي تودد ما في أي حاجة عندها فهذا صراحة أنا يعني مخليني من تقريبا أكثر من 6 شهور الفجوة تتسع وتتسع وتتسع بيني وبينها ولا ترد علي بأي كلمة ما شاء الله نعم هذا الآيس كريم ولا بديل الآيس كريم يقول هو يقول هي مطأطئة الرأس وساكتة ولا ترد ولا تعترض على أي كلمة من كلامه ما شاء الله كأنه يتكلم عن جدار مو عن امرأة ما شاء الله أبدا ولا رفعت رأسها وأنا والله يعني ماني عارف ومتحسف عليها وقلت قبل لا أتخذ قرار أبى أمرك وأبى أشوف وأنا سمعت عنك سمع يعني طيب إنك أنت يعني تقرب وجهات النظر
تجمع ما تفرق يعني. وهذا الحاصل الحاصل يعني. ولا أنا عارف أنا يعني مع العلم فيلا جميلة ملابس جميلة وشايف سيارتنا جميلة وبيتنا نظيف ولا عندنا عامل أو شغالة، والصراحة يعني بيتنا جنة، وأنا أتوقع من أسنانها وأعمارها عطيتها كل ما تريد، ما ينقص أي شيء. ولكن هذا الآن ماني مرتاح معاها لأنها لا ترد علي بكل ببنت شفاه مثل ما يقولون. ليه؟ قال ما أدري، اسألها. يقول سألتها قلت يا بنتي ما ردت. يقول التفتت إلى زوجها سكتت. قلت لها ايش فيك يا في شيء؟ يقول طأطأت ورفعت رأسها قالت اسأله. قال أنا سألته وتكلم بما قال. قالت لا اسأله. الأثري كلمة اسأله قصده هل يأذن لي بالكلام؟ الله ما شاء الله. المرأة تقول للشيخ خل زوجي يأذن لي بالكلام. ما شاء الله. يقول الصراحة أنا أكبرت هذه المرأة قبل لا أبدأ الحوار معها. الله أكبر. نعم. قلت يا بنتي اسمعي أنا بسمعك. وهذا الرجل يقول هز برأسه لها، بس هز ونزل رأسه. قالت لي يا شيخ الشجرة، يقول بدت معي. قالت الشجرة إذا ما تسقيها هل تنمو؟ لا. يقول ما جاوبت سكت. قالت كل ما قال زوجي صحيح، أنا الماديات أحسن من كل قريباتي وقريناتي، لا بيت ولا ملابس ولا أثاث ولا جمال السيارة ولا المتعة كلها، لكن قال أيوة أبي أهل لكن هذا. قال لا أستطيع أن أتكلم أو أقول إلا بإذنه، لا أستطيع أن أبدي رأي وهو لا يسمح لي، هو سيد البيت، إذا تكلم أمر مطاع، كلامي ليس له مكان، فلماذا أنا أتكلم معه؟ ويعلم الله يعني أني أنا أحبه، وهذا ما في بطني عزيز علي. يقول الرجل الزوج طلع عيونه، طلعت عيونه، قال أنت حامل؟ قالت نعم أنا حامل بشهرين. هو لا يعلم ليه من الجفوة اللي حصلت بينه، يعني حتى خبر سار ما في إمكانية تعطيه الخبر السار بسبب جفوة وصلابة وشدة ذلك الزوج في بيته. فيقول بديت أذكره بأن يعني أنت في بيتك تجلس 8 ساعات، لكن باقي 16 ساعة ترى هذه المرأة هي في بيتك، ستكون عند أولادك، وستكون هي حاميتك، وهي مسؤولة عنك في أكلك وشربك ونظافتك، فلا بد من الحوار من الاستماع. أنت في التلفاز أو في الراديو تسمع هذه المرأة وتسمع هذا يتكلم وتسمع هذا، فلماذا لا تسمع هذه الزوجة؟ فيقول من هنا انفتحت سبحان الله الزوجة وبدأت تتكلم. ما تمالك الرجل، قال فعلا أنا هذا الرجل. فبدأ يعني يبكي ويقول يا رجل يا شيخ أنا أعاهدك من هذه اللحظة أني والله لن أكون ذلك الرجل. قال بس أبي أطلب منها تسمح لي أطلع يوم الخميس إلى زملائي وأقاربي. قالت أنا من أول من يساعدك على التواصل مع الزملاء، مع صلة الرحم، مع الأبناء العم، مع أبناء الخوال، ولكن الجو اللي بيني وبينك يختلف، يجب أن تعطيني مساحة وفرصة
انك تسمعني. ويقول الحمد لله بعد هذا اللقاء يعني طلعوا متراضين ما شاء الله. اللي حصل انه ما كان هناك وسيط او ما في مساحة يتكلمون بها. الشيخ يقول انا ما فعلت شيء كبير ولكن سمحت للحوار اللي بين الزوجة والزوج، ومحقيقتها يعني سرا هو يحبها وهي تحبه، لكن ما في واحد يظهر للثاني، في غيمة في فاصل. فأنا بهذا بمجلسكم العامر يعني أول شيء أدعو لأخواني الرجال لإعطاء المرأة دورها حقيقي في البيت، وكذلك لأختنا الزوجة إظهار الضعف والتودد لذلك الرجل. ترى والله إحنا كرجال هذا هو اللي يجذبنا. جميل. المرأة الودود الولود العطوف النظيفة الأنيقة هي التي تجذب الرجل. يعني حقيقة المكياج وهذه هاي كلها ظواهر، لكن الرجل يبي جوهر الموضوع. إذا جاء الرجل شونك شخبارك سلامات الله يرزقك الله يوفقك أخذتي قطرته، والله كل هم الثمان ساعات في العمل يسقط. صحيح. يطيح، يقول الحمد لله أن الله رزقني بيت أرتاح فيه بعد هذا التعب. فهذه قصتنا. جميل أبو محمد، جزاك الله خير. يعني المطلوب ليس من طرف واحد بل من طرفين. سلمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في موضوع في السيرة أريد أن أتحدث عنه، أجلت خمس حلقات. الله. لكن تعريج على كلام أبي محمد. ازداد جمال. تعريج بسيط على كلام أبي محمد. في مستشار غربي فتح عيادة لاستشارات الأسرية، وبعد 30 سنة